وجه الإرهابيين المجرمين. هيلغورد حسن والتفاصيل. تفقد محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم قوات البيشمركة في جبهات القتال في كافة المحاور وخطوط التماس بين قوات البيشمركة والجماعات الإرهابية، مؤكدا من هناك أن كركوك وأهلها فخورون بالبيشمركة، وقتل الإرهابيين الملقاة في الطرقات دليل على الانتصارات التي أحرزتها هذه القوات، واستشهاد القادة قبل يومين في هذه الجبهات دليل آخر على التضحية اللامحدودة للبيشمركة. أولا داعش صحيح في البداية أحرزوا بعض التقدم في بعض المناطق، لكن قوات البيشمركة لم تتخلى عن المناطق أبدا، وتمكنوا بعد تعزيزهم بقوات أخرى وبكذلك القصف الجوي من قوات التحالف وقوات مكافحة الإرهاب، تمكنوا من استرجاع المبادرة وقتل أكثر من 300 إرهابي، وترون جثثهم مبعثرة في كل مكان مرينا به اليوم، وهذه تضحية كبيرة طبعا من قبل البيشمركة. عدد من الشهداء من البيشمركة الأبطال، من ضمنهم قادة من البيشمركة، العميد شيركو والأخ اللواء حسين منصور، يعني حاربوا مع البيشمركة. آمر اللواء معانا، كانوا محاصرين في بناية وتمكنوا من إنقاذ أنفسهم، الأخ نهرو، وليس فقط هذا وإنما رجعوا وأخرجوا الدواعش والإرهابيين، ورأيتم جثث قتلاهم في الطريق. فنحن يعني حقيقة فخورين بجهود البيشمركة، قوات مكافحة الإرهاب، ومساندة المواطنين لقواتنا. محافظ كركوك أكد من جبهات القتال أن قوات البيشمركة لا ينقصهم العدد أو القوة، وإنما طالب الحكومة الاتحادية مساعدة البيشمركة بالأسلحة والذخائر، مضيفا أن معنويات البيشمركة عالية جدا، مطالبا أيضا أهالي كركوك التعاون مع القوات الأمنية داخل المدينة ومساندة البيشمركة، لأنهم المدافعين الوحيدين عنهم وعن مدينتهم. ليس عندنا مشكلة عدد أو قوات، ولكن نطلب من الحكومة الاتحادية بمساعدة البيشمركة بالعتاد والآليات وكذلك أسلحة ثقيلة، هذا مهم جدا، وكذلك مساندة جوية، هذا اللي احنا نحتاج في كركوك والبيشمركة يحتاجون. طبعا معنويات البيشمركة عالية جدا بعد هذه الانتصارات، وطبعا نحن نشكر جهود البيشمركة وندعمهم بكل شيء ممكن، وأنا أطلب من مواطنينا في المحافظة وفي الأقضية والنواحي بدعم البيشمركة وتسهيل أعمالهم، وكذلك التعاون والتنسيق ومساعدة أجهزتنا الأمنية في داخل المدينة، سواء في مدينة كركوك أو داقوق أو دبس، وخاصة قوات الشرطة والآسايش الموجودين في هذه المحافظة. كركوك ستظل شامخة كقلعتها بفضل بطولات البيشمركة والدماء الطاهرة لشهداء البيشمركة التي سالت للذود عن كركوك وأهلها. هلغورد حسن، فضائية كركوك. أكد الدكتور نجم الدين كريم أن قوات